آلة عزف، ما اسمها؟ القيثارة. القيثارة. أتحبون العزف على أي آلة؟ أنا أحب العزف على القيثارة. وأنتوا كمان إذا بتحبوا العزف على شي آلة من هلأ بلشوا تعلموا، لأنه كتير حلو العزف للمستقبل. وقبل ما نبدأ بحصتنا لليوم بدي أخبركم شي، إنه الإنسان اللي بيعزف واللي بيغني واللي بيمارس هواية معينة بحبها بيكون كتير شاطر بالمدرسة. اللي بتعلم الموسيقى ودراسة الموسيقى من هو صغير هالشي بيساعده لحتى يكون كتير شاطر بالمدرسة. فأنتوا إذا عندكم هالموهبة ما تتأخروا. وهلأ بحلقتنا لليوم في عنا نص جديد وفي عنا تمارين وبالآخر في حزورة لإلكم. شو رأيكم نبدأ بحلقتنا من بعد ما نتوقف مع الأغنية؟ المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم، شخصيات فيه عديدة، منها الطيب ومنها اللئيم. للمسرحيتي أبطال يجري بينهم حوار، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم. سمعتوا للأغنية؟ رح نبدأ مع النص لليوم، ركزوا منيح عليه. صندوق الأفكار الفنية. صندوق الأفكار الفنية شو يعني؟ تابعوا معي لتعرفوا. بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية، شو يعني بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية؟ بس خلصت كل الفروض اللي عطيني إياها بالمدرسة، درت في المنزل غرفة غرفة، صرت أتنقل بالبيت من أوضة لأوضة، وأنا أبربر. أبربرو شو يعني أبربرو؟ كنت عم بحكي على العالي ومعصبة وأقول اف اف. احنا بس نعصب شو بنقول؟ اف. وأقول اوفن اوفن. كم أشعر بالضجر. شو يعني الضجر؟ الملل، يعني الزهق، زهقان كتير. عدت إلى غرفتي فوقع نظري على كتاب عنوانه. فتت على اوضتي وشو شفت قدامي؟ كتاب. شو عنوانه؟ هيا نمثل ونفرح. هيا نمثل ونفرح، يعني تعوا لحتى نمثل وننبسط. فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي. فكرت إنه بركي بمثل شي مسرحية قدام أهلي. وناديت لأختي لما وأخي ماجد. عيطت لها. لمين؟ لأختي شو اسمها؟ لما، ولخيي ماجد. فساعداني بإخراج الصندوق الذي كنا نسميه صندوق الأفكار الفنية. إذن لما وماجد ساعدوني لحتى شو؟ أخرجت الصندوق اللي كنا نسميه صندوق الأفكار الفنية، حيث نضع، شو
وكانوا يحطوا بالصندوق جميع الأزياء التي كنا نلعب بها. يعني نحن وصغار كنا نلبس ثياب ونمثل دور معين، مثلاً دور المهرج، ثياب بضحكه. وين كنا نحطه؟ بهالصندوق هيدا، شو سموه؟ صندوق الأفكار الفنية. وانشغلنا بالتحضير للمسرحية. إذا انشغلنا بالتحضير للمسرحية شو يعني؟ بلشنا نتمرن لنحضر مسرحية. تمرنا على أدوارنا، كل واحد أخذ دور معين وصرنا نتمرن عليه. ثم صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وبعدين شو عملنا؟ نحن بس نروح على المسرحية بيكون في بطاقة للمسرحية مكتوب عليها أسماء الممثلين ومين ألف هالمسرحية، تأليف من وإخراج من، مين المخرج يعني. وفي مساء اليوم التالي قدمنا المسرحية لأهلي. إذن عملوا مسرحية وقدموها لمين؟ لأهلهم. ففرحوا منا كثيرا وصفقوا لنا طويلا. إذن فرحوا أهلنا، انبسطوا وزقفوا لنا كثير. ركزوا معي من جديد لقراءة هالنص. صندوق الأفكار الفنية. بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية درت في المنزل غرفة غرفة وأنا أبربر وأقول أفن أفن، كم أشعر بالضجر. عدت إلى غرفتي فوقع نظري على كتاب عنوانه هيا نمثل ونفرح. فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي، وناديت لأختي لما وأخي ماجد فساعداني بإخراج الصندوق الذي كنا نسميه صندوق الأفكار الفنية، حيث نضع جميع الأزياء التي كنا نلعب بها. وانشغلنا بالتحضير للمسرحية، تمرنا على أدوارنا، ثم صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وفي مساء اليوم التالي قدمنا المسرحية لأهلي ففرحوا منا كثيرا وصفقوا لنا طويلا. وهلأ بدي منكم تفتحوا عينيكم كثير منيح وعينيكم كمان لحتى تشاهدوا هالقصة عبر الشريط المصور، وبعدين منجاوب على الأسئلة اللي محضرتكم إياها. صندوق الأفكار الفنية. بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية درت في المنزل غرفة غرفة وأنا أبربر وأقول أفن أفن، كم أشعر بالضجر. عدت إلى غرفتي فوقع نظري على كتاب عنوانه هيا نمثل ونفرح. فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي، وناديت لأختي لما وأخي ماجد فساعداني بإخراج الصندوق الذي كنا نسميه
نسميه صندوق الأفكار الفنية، حيث نضع جميع الأزياء التي كنا نلعب بها وانشغلنا بالتحضير للمسرحية. تمرنا على أدوارنا، ثم صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وفي مساء اليوم التالي قدمنا المسرحية لأهلي، ففرحوا منا كثيرا وصفقوا لنا طويلا. ركزتوا منيح على الشريط المصور؟ سمعتوا منيح وشفتوا منيح؟ بنجاوب على الأسئلة سوا. بما شعرت الكاتبة؟ شو حسيت الكاتبة بعدما أنهت واجباتها المدرسية؟ بس خلصت الفروض المدرسية اللي كانوا اللي عندها إياهم، شو حسيت؟ بما شعرت؟ تتذكروا؟ شعرت الكاتبة بالضجر. شو يعني الضجر؟ الملل، زهق يعني. إذن شعرت الكاتبة بالضجر بعدما أنهت واجباتها المدرسية، أو كمان في نقول بعدما أنهت واجباتها المدرسية شعرت الكاتبة بالضجر. اكتبوا معي: بعدما أنهت الكاتبة، بعدما أنهت الكاتبة واجباتها المدرسية شعرت بالضجر. شو يعني الضجر؟ الملل. ما عنوان الكتاب الذي وقع نظرها عليه؟ شو عنوانه الكتاب يلي شفته؟ تذكروا منيح، فكروا معي: ما عنوان الكتاب الذي وقع نظرها عليه؟ شو عنوانه؟ عنوانه هيا نمثل ونفرح. إذن منقول عنوان الكتاب الذي وقع نظرها عليه هو نقطتين هيا، نفتح المزدوجين، نمثل ونفرح. إذن عنوانه هيا نمثل ونفرح. ثالث سؤال: ما هي الفكرة التي خطرت ببالها؟ شو فكرت؟ تتذكروا؟ شو فكرت لما كانت زهقانة ولما شافت هالكتاب؟ ما هي؟ الفكرة التي خطرت ببالها هي تأليف شو؟ مسرحية وتمثيلها قدام مين؟ شو؟ قدام؟ بعدين منشوف. إذن ما هي الفكرة التي خطرت ببالها؟ الفكرة التي خطرت ببالها هي تمثيل
مسرحية. قررت تمثل مسرحية بس فيها لوحدة تمثل؟ أكيد لا. من ساعدها في التحضير؟ مين ساعدها؟ فكروا معي. أختها. ماذا تدعى؟ شو اسمها؟ لما. لما. أختها لما وأخوها ما اسمه؟ جاد. إذن من ساعدها في التحضير؟ ساعدها في التحضير أخوها جاد وأختها لما. إذن جاد ولما ساعداها في التحضير. لمن قدموا المسرحية؟ قدام مين قدموا المسرحية؟ هي وأختها وخيا. تتذكروا؟ قدام؟ أهلا طبعاً. قدموا. لمن قدموا المسرحية؟ قدموا المسرحية لأهلهم. قدموا المسرحية لأهلهم. وهيك بنكون جاوبنا على هالأسئلة. ما تروحوا لمطرح، رح نتابع مع الفقرة التالية. خشبة مسرح. ممثل. جمهور. أزياء. جاهزين لهالتمرين التالي؟ تابعوا معي. أشطب ما لا علاقة له بالمسرح. يعني بدي أشوف الكلمة من هالكلمات يلي ما إلها أي علاقة، ما بتدل على المسرح. أول كلمة شو شايفين على الشاشة؟ ملعب. بالملعب شو بصير؟ بيلعبوا الأولاد. إلها علاقة بالمسرح أقولكم هالكلمة؟ فكروا معي شو بتقولوا؟ ملعب. إلها علاقة بالمسرح؟ أكيد لا. إذن بشطبها. ملعب. شو شايفين هلا على الشاشة؟ مشاهد. شو يعني مشاهد؟ يعني حدا عم يحضر تمثيلية. وين التمثيلية بتصير؟ بالمسرح. مشاهد. ممكن كمان المشاهد يكون عم يشاهد التلفزيون. صح. إذن مشاهد إلها علاقة بالمسرح؟ أكيد إلها علاقة بالمسرح. بشطبها؟ أكيد لا. مسرح. كلمة مسرح شو شايفين على الشاشة؟ مسرح. أكيد إلها علاقة بالمسرح. إذن بشطبها؟ كلا. مخرج. شو شايفين على الشاشة؟ مخرج. شو يعني مخرج؟ يعني دايركتر. المخرج هو أهم شخص بالمسرحية. بتعرفوا ليه؟ لأنه هو بيكون واعي لكل الأمور، للشخصيات كيف عم بيمثلوا وشو عم بيقولوا، إذا مزبوط عم بيمثلوا هالشي أو لا. مخرج إلها علاقة بالمسرح؟ طبعاً أكيد. ممثل. ممثل. الممثل طبعاً بيكون بالمسرحية. الممثل شفتوه؟ هيدا مثلاً عم بيمثل دور معين. إذن الممثل طبعاً له علاقة بالمسرح. جبل. جبل. نشوف شي جبل شي بالمسرح؟ أكيد لا. إذن هالكلمة بشطبها. جبل. دور. دور. طلعوا على الشاشة شو عم يعمل هالممثل؟ عم بيمثل دور معين. إذن دور إلها علاقة بالمسرح، ما بشطبها. منتابع.
طلعوا منها. اربطوا بين المجموعتين لأؤلف جملا. جاء المتفرجون، جاء المتفرجون أدوارا مضحكة إلى المسرح، جاء المتفرجون مسرحية مضحكة، جاء المتفرجون مشهدا مسرحيا. أكيد لا، في وحدة مرقت بيناتهم. صحيحة، جاء المتفرجون إلى أين؟ إلى أين جاءوا المتفرجون؟ إلى المسرح. جاء المتفرجون إلى المسرح. ثاني جملة، شاهد المتفرجون، شافوا المتفرجون شو؟ ماذا شاهدوا؟ أدوارا مضحكة، مسرحية مضحكة، مشهدا مسرحيا. متفرجون لما يروحوا على المسرح شو بيعملوا؟ بيتفرجوا، يشاهدون ماذا؟ دور كل شخصية شو عم تعمل؟ يعني شاهد المتفرجون أدوارا مضحكة، شاهد المتفرجون أدوارا مضحكة. كتب الكاتب مسرحية مضحكة أم مشهدا مسرحيا؟ كتب الكاتب، ماذا يكتب الكاتب؟ يكتب مسرحية. كتب الكاتب مسرحية مضحكة. مثل الممثل، شو مثل؟ مشهدا مسرحيا. شو يعني مشهدا مسرحيا؟ يعني الممثل لما يكون على المسرح وعم بمثل شي دور معين، شو منقول؟ دوره على المسرح، يعني هيدا اسمه مشهد مسرحي. مثل الممثل مشهدا مسرحيا. طلعوا منيح بالآخر شو كاتبت لكم على اللوح. أي من الطيور التالية لا يستطيع الطيران؟ أي طائر من هالطيور ما بيقدر يطير؟ شو قولكم؟ أي من هالطيور ما بيقدر يطير؟ البطريق؟ شو قولكم؟ طلعوا منيح. الحمام أو الببغاء؟ مين من هالطيور ما بيقدر يطير؟ البطريق، الحمام أم الببغاء؟ ناطرة أجوبتكم الكتير، فكروا فيها منيح. وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق على أسفل الشاشة. وأنا بودعكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم، شخصيات فيه عديدة، منها الطيب ومنها اللئيم. للمسرحية أبطال يجري بينهم حوار، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم،